صباح الخير يا يونس. صباح الفل يا واد يا فل انت يا زيزو. امبارح سمعت في التلفزيون مثل شعبي مش فاهمه وعايزك تساعدني. ماشي قولي. لو انا اعرف، ما هو انا مش عارف كل حاجة في الدنيا برضو، لو اعرف هساعدك. بص انا مش فاكر اوله، بس هو تقريبا لو استنيت يبقى بالسلامة، وفي العجلة يبقى فيها ندامة، حاجة كده يعني. تأني السلامة وفي العجلة الندامة. ايوه صح. انا برضو لما سمعته رحت ابص في العجلة بتاعتي، لقيت جرس وكشاف وجدول، بس ما لقيتش الندامة. ما بصيتش بصة كده، لفيت لفة كده، يمكن لقيتها هنا ولا هنا ولا هنا، يمكن في الكاوتش جنب البلف كده. في بلف دورت كويس ما لقيتهاش الندامة دي. انت فاكر الندامة دي حاجة زي الجدول بقى والجرس والبلف يا زيتون، صح؟ مش عارف اقول لك ايه بصراحه. بص يا زيتون، المثل الشعبي مش مقصود بيه العجله الندامه اللي هي العجله الترين ترين، لا خالص، عجله تانية. مش البسكليته يعني. لا مش البسكليته. مقصود بيها العجله ان انت تبقى مستعجل، ان انت عايز تعمل كل حاجه بسرعه 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 وما تفكرش. يعني لما تركب مثلا عجله وتسوقها بسرعه جدا من غير ما تبقى مركز في الطريق، هيحصل ايه؟ ممكن اقع. صح. احنا طبيعي ان احنا نمشي ايه؟ بالراحة، بهدوء، علشان نوصل ايه؟ بالسلامة. صح. يبقى لما نمشي بالراحة نوصل ايه؟ بالسلامة. التأني بقى انك تمشي بالراحة، انك تمشي على مهلك، انك لما تيجي تفكر يا زيتون في اجابة سؤال في الامتحان، ها؟ ما تجاوبش بعد 3 ثواني، نقعد كده نفكر، عشان ماما دايما بتكلمني وتقول لي زيتون بيبقى قاعد بيفكر بسرعه، ما بيديش نفسه فرصه يركز، ويقوم مجاوب بعد ما يروح البيت يقول لي انا ازاي جاوبت الاجابه الغلط دي. فاقول له يا زيتون اقعد يا حبيبي ركز وخليك هادي علشان تلاقي الاجابه صح. يعني احنا لما نستعجل في الحاجه كده ممكن نزعل. هنزعل، وهنزعل زعل جامد قوي. لازم ناخد كده وقتنا واحدة واحدة. والزعل ده بقى هو كلمة الندامة، عارف يقولك أنا ندمان، أنا ندمان يا زيتون إني عرفتك مثلا يعني. مش عارف، حاسس إنك أنت مش لا 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 ما تفهمنيش غلط. لا أنا بقول مثلا يعني أنا ندمان إني ما ذاكرتش كويس، فاللي ما بيذاكرش كويس بيحصل إيه؟ ممكن يجيب درجات وحشة. أنا ندمان إن أنا ما أكلتش الأكل بتاعي كله، فهيحصل لي إيه؟ هبقى ضعيف وصحتي مش كويسة. انا ندمان ان انا ما كنتش شاطر في التمرين بتاعي، هيحصل لي ايه؟ هكون ضعيف في التمرين واخر واحد في السباق. صح. انا ندمان اني ما نمتش بدري، هيحصل لي ايه؟ هصحى مش مركز وتعبان. شفت بقى، كل ده ندم، يعني ان انا ندمان على الحاجة الغلط. فاحنا طلعنا النهاردة من المثل الجميل اللي انت جايبه لنا بشوية دروس ومعلومات، ممكن تقولها لي؟ ان احنا ناخد وقتنا ونركز كده وناخد الحاجة بالراحة وما نستعجلش. هاي علشان لو استعجلنا هنزعل ونعمل الحاجة غلط ومش مظبوط. برافو. بس كده يا عم. عايز مني حاجة انا تاني؟ لا تمام، انا فهمت. المثل بيقول ايه؟ في التأني السلامة، وفي العجلة اللي هي مش البسكليتة. أيوة الندامة. يلا سلام.